ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. عادت المجموعة، عادت الروح، وعادت الانتصارات، وعدنا إلى العالمية. نعم قدمنا مستويات كبيرة، ولكن شكرا لكم يا أصول، شكرا للمنتخب المغربي على هذا الأداء الرجولي. سجلنا في المونديال، تحية لرجال المغرب ولجمهور المغرب ولأصول داتس. مشتمح لتحقيق الانتصار، وبالتالي التأكيد وإرسال إشارات قوية جدا لبقية المنتخبات بأنه نافس على اللقب العالمي. اللقاء الذي سيجمع بين أصول داتس المنتخب المغربي ومنتخب لاروخا، واحد من المرشحين الكبار للتتويج باللقب العالمي إسبانيا. كأن تلعب بهذه الطريقة إنييستا العرضية، وانتصار تحدي آخر في كقيا حذاري. الآن عادت الحياة، عاد الأمل، عادت مرفوعة من إنييستا. منتخب الإسباني مرفوعة يديرة، كرة أمامية خطيرة، حطوفة. عندك الآن الامتحان، كرة هذه عرضية، أداد يا كريم حذاري من الكرة الضايعة في المنتخب المغربي. دو إسكو العرضية، رابط سادر نور الدين مرابط، التسديدة كان التسديد يونس. يون حكيم يتردد كثيرا في الصوت، بينما كرة يدخل ما يسددش نبيل سيلفا. نبيل ديران حاضر مع الدخية في حراسة المرمى، كارفاخال، لكن وين يا مرابط؟ وين على جهة اليسرى حكيمي يمرر فرصة تسريد الشوط، حاضر من إنييستا. سيلفا يترك ليسكو مرفوع للقائمة الثانية، الدفاع ويترك الكلمة للإسبان سيرجيو بوسكيتس. هذه الإعادة مرة أخرى، شوف تحرك لإنييستا في الدفاع ويترك الكلمة، حاضر إنييستا طلع كورة. وحتى لا ننسى يشكلون جدار، متقدم إنييستا، خطير خطير إنييستا، اطرف حذاري من هذه الكورة. داروخا إنييستا يلعب بين راي إنييستا في بلاد مانديلا، نعم في القارة السمراء، تكيس على ألبا. ضيعنا تلك المباراة، بينما هذه خطيرة 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 يدي مرور للاعب إيسكو، يرتكس على ألبا والتعطية لحيتيات هذا المونديال عند بي إن. الرسام وسط الزحمه يحاول المنتخب المغربي افتكاك الكره، ملعوبه في الجهه اليسرى إنييستا. هنا واحده اثنين، طلع كره ميمارش خطيره هذا هفوه دفاعيه. مرابط يساند الذراع في الجهه اليمنى، وكذلك الحال زياش مع حكيمي. خير بوطيب بعد 20 سنه من الغياب، شوف هنا اللعب الصغير امام المنتخب الاسكتلندي، هو خالد بوطيب يجدد العهد مع الارقائي البرتغال. ترجع كره مره اخرى ناحيه سيرخيو راموس، إنييستا في الاستلام، جزاء للاستحواذ كما كان متوقع. هنا ملعوبه لكن الاقرب في الجهه اليسرى، هنا ملعوبه من إيسكو داخل منطقه الجزاء، تصل لكارفاخال، حذاري من هذه الكره العرضيه. في الجهه اليمنى ناحيه لاعب دياغو كوستا، راشفان ايرماتوف، إنييستا، هذه كره خطيره ملعوبه في الجهه اليسرى. كارفاخال ينطلق في الجهه اليمنى، لازم من التغطيه بعد ذلك تحكيميه، ربما نقطه في الجهه اليسرى. إنييستا العرضيه، ارفع اعتقادي خدم المنتخبات الكبيره. التاريخ يكتب في صفحات المجد المغربية في حال إنهاء المباراة بالانتصار. يلا يا أسود، خمس دقائق من الانتظار، خمس دقائق من النار، خمس دقائق يلزم الجرعة أكثر، خمس دقائق من الصمود. حرام ضيق يا حذاري. الآن عادت الحياة، عاد الأمل، عادت مرفوعة من إنييستا. منتخب الإسباني مرفوعة يديرة، كرة أمامية خطيرة، لكن وين يا مرابط؟ وين؟ على جهة اليسرى حكيمي يمرر فرصة تسريد الشوط، حذر من إنييستا. سيلفا يترك ليسكو مرفوع على القائمة الثانية، الدفاع ويترك الكلمة يلي
الإسبان سيرجيو بوسكيتس، هذه الإعادة مرة أخرى. شوف تحرك لإنيستا في الدفاع ويترك الكلي إنيستا، طلع كورة وحتى لا ننسى يشكلون جدار متقدم إنيستا، خطير خطير إنيستا، أطرف حذاري من هذه الكورة. طفى عندك الآن الامتحان كوريا، هذه عرضية هداد يا كريم، حذاري من الكرة الضايعة في المنتخب المغربي، هذا ويسكو العرضية مرابط سادر نور الدين مرابط، التسديدة كان التسديد يونس يون حكيم يتردد كثيرا في الصوف بينما كورة يدخل ما يسددش. مفيش أي قوت فاضية، أنا مش لوحدي، أنا معايا ولد صغير وما ينفعش ننام في العربية، أرجوك ساعدنا. وبعد ما خلص بابا كلامه طلع 50 جنيه من جيبه وحطهم على المكتب، والراجل خد الفلوس بسرعة وسلمنا مفتاح أوضة مكتوب عليها رقم 9. مفيش أي أكل هنا؟ قالت بيع الطعام موجودة في نهاية الممر. ومشينا أنا وبابا للأوضة بتاعتنا وفتح الباب وقال لوكا امشي روح نام على السرير، انا هروح اجيب اي حاجة ناكلها وهاجي على طول. حاضر يا بابا. وانا بعدها دخلت الاوضة وقعدت على السرير وقلعت الجاكيت بتاعي، وكانت الاوضة فيها سريرين منفصلين، وعلشان انا كنت عارف ان بابا بيروح الحمام كتير فنمت على السرير اللي جنب الباب وخليت لي السرير اللي جنب الحمام. وبعد ما نمت سمعت باب الاوضة بيتفتح وافتكرت ان بابا جه من بره، فقلت انا مش جعان دلوقتي انا عايز انام، واستنيت بابا يرد عليا بس هو ما ردش، ففتحت عيني وساعتها اترعبت جدا من اللي شفته. شفت واحدة ستة قاعدة تحت رجلي وبتراقبني، وحسيت ان انا هموت من كتر الرعب ومن سرعة ضربات قلبي والطريقة اللي بتبصلي بيها، عمري في حياتي ما هقدر انساها. وفي الوقت ده حسيت بشلل مسك في جسمي كله من كتر الخوف والرعب اللي أنا كنت فيه.